متوازن، كان خيول أغلبها، لكن ممكن تخليه متوازن إذا كان حاولت تحمي خيولك، لأنه هو أصلا الخيول متوازن لأنه مستحيل ناس تجيب كثير رمح. في ناس يستخدمون لك الناجناتا ساموراي، هذه الوحدة رهيبة، أنا ما استخدمتها كثير لكن لقيت ناس كثيرين يستخدمونها. لو تلاحظ من قوتها قوية ضد المشاة وضد الخيول، قوية ضد الاثنين يعني. وحدة لو انك والدرع حقها 9، ما في اي وحدة في اللعبة اقوى منها في الدرع، يمكن هذا اللي بعدها 7، الباقي كلها اضعف. فالوحدة هذه قوية بالدرع ومعنويات حقها قوية، فاللي يعرف يستخدمها ناس يقدرون يسوون فيها اشياء كثيرة. انا عني ما اعرف، لكن قابلت ناس كثيرين يلعبون يحطون مثلا 3 منها، يحط لك 2 من السيف هذا، بعدين يحط لك بس الخيول السيف، لانه ما راح يحتاج الخيول هذه اللي هي الرمح، لانه اوكي عنده 5 رمح ممكن يحط واحد منهم بس للطوارئ او شيء، لكن مو بذاك الحاجة يعني، ياخذ له مثلا واحد مسدسات. عني انا بقول المسدسات مهمة، كل واحد مسوي جيش لازم ياخذ على الاقل واحد مسدسات، لأن لو ما كان عندك مسدسات واللي ضدك عنده مسدسات ممكن يسبب لك مشكلة كبيرة، فعلى الأقل انت خذ واحد. أوكي مثلا نشوف هالجيش، أوكي أظن يمديني أزيد، لا ما يمديني. أوكي هذا الجيش تقريبا متكامل، هذا الجيش عنده كثير خيالة لكن يعتبر متوازي. أوكي عندي مشاة، عندي خيالة، عندي مسدسات، هاي يعتبر جيش متوازن، ممكن ينفع ضد أي جيش ثاني. ما في جيش تقريبا راح يخلي هالجيش ضعيف ضده، يعني لو قابلك واحد كله رمح عندك رمح سيوف ممكن تقضي عليه، لو قابلك واحد عندك كثير خيول عندك 5 رمح، وقابلك واحد عندك كثير سيوف، خيول السيوف هاي يمديها تشيلهم، فتقريبا جيش متوازن. لو قابلك واحد عندك كثير أسهم راح تكون أنت مهاجم لازم، فبهالوقت تقدر تصير متوازي مو ذيك الصعوبة، فأنت طريقتك يعني. اوكي مثلا بخلي هذا جيشي، بروح الان كيف ندخل معركة. تشوفون هنا خريطة، هذه الخريطة تقريبا نفس حقة الطور الفردي، لكن هذه الخريطة غير الفائدة حقتها غير تماما، ما فيها اي تعقيد، هذه بس انك هذا التمثال حقك تحركه على المكان وتلعب معركة، لو فزت تاخذ المكان، لو انهزمت ما تاخذه، كل مكان يعطيك فائدة. مثلا انت اول ما بديت شفت قبل شيء كم الجنود اللي عندي هنا كثار، في البداية اول ما بديت ما كان عندي الا هذا وهذا وهذا وهذا، الاربع ذولي بس، هذول هم اللي كنت اقدر اختارهم، هذول كلهم ما كنت اقدر اختارهم. مثلا بعد ما اخذت المنطقة الاولى بالخريطة، مثلا هذه منطقة سيف افتح لي السيف الثاني اللي هو الساموراي، منطقة المسدسات افتح لي المسدسات الثانية، خيول زي كذا لين فتحتها كلها. طبعا هذه سهلة، انت اول ما تلعب راح تعرف شو تسوي فيها. احنا خلينا نتكلم كان كيف تدخل المعركة، في طريقتين او في نوعين من المعارك، في ماتش ميد باتل في باتل ليست. هذه الماتش ميد واغلب الناس يلعبونها، باتل ليست راح تلقاه شبه فاضي. تدخل ماتش ميد تحط فايند ماتش، يحطك في ماتش عشوائي ضد مستوى عشوائي ضد واحد عشوائي، من انت ما راح تعرف من هو، فعشان كذا الناس يلعبونها، وبنفس الوقت يعطونك نقاط اللي تقوي فيها جيشك بالباتل ليست او المعارك اللي هنا ما يعطونك. هاي المعارك تحسب لو انهزمت او فزت، تحسب البروفايل حقك، هذه المعارك اللي هنا ما تحسب. مثلا بتلعب انت اخوياك 2 3 4، تجي هنا تسوي لهم دعوات 4 اماكن، طبعا نفس نظام هذه راح يحطونك ضد اعداء عشوائيا، ما راح يقولون لك او انت تختار العدو. مثلا والله انت ما تبي تلعب شيء محسوب، تدخل باتل ليست. تقريبا هذه المعارك ما قلت مو كثيره مره، ممكن في الصباح تلقى اكثر معارك او في العصر من هذه، لكنها مو كثيره مره لان الناس ما يلعبون كثير، لانها مو محسوبه ولا تعطيك نقاط، فمو مهمه. مثلا تبي تدرب تجي هنا، تبي تسوي مثلا تجرب جنود جديدين، تجرب جيش جديد، زي ما قلت لك في عدد كثير من الجيوش، انا جربت جيوش كثيره من اول ما بديت اللعبه، اول ما بديت كنت اختار جيش اغلبه خيول، الحين ما صرت اختار الاثنين خيول او 3،
ما كنت اخذ رماح اول، الحين صرت اخذ، كنت اخذ اسهم كثير ما اخذ مسدسات، الحين مسدسات صارت شيء اساسي بالنسبه لي. فهذه الاشياء اللي بقولها. مثلا هنا خلاني انا بسوي هوست باتل من هنا، اوريكم بس طريقة. اوكي هذا الجيش اللي انا اخترته اول هنا قدامكم. هنا اختار نوع المعركة، لاند اللي هو معركة عادية، معركة بحرية، او معركة فيها مدينة، يعني مدافع مهاجم، واحد يدافع في المدينة وواحد برا. هنا اختار الماب والخريطة، شلون عند في خرائط كثيرة. هنا اللي فلوس اقول لكم، هذه 5000، هذه 10000، 14000، 22500. نختار العدد اللي ابي تشوفون، يعني هنا هذه الفلوس الباقية، يعني اخترت 22500، اخترت 14000 ما بقى لي 329، اختار 10000 راح تكون تقريبا عدد اقل واقل. فهذه هنا تبيها في الليل في النهار، مطر ضباب. هنا تختار اليونت سايز اللي هو عدد الجيش، مثلا انت النت او النت مو بالنت، الكمبيوتر حقك مو قوي تحطها سمول، هذه يخلي تقريبا الوحدة فيها 60 إلى 80، ميديوم يزيدها تصير 100، لارج 120، أولترا يصير 160. فهذا عدد الوحدات أو عدد الجنود في الوحدة، تعرف عشان التعليق والأشياء دي كلها. طبعا أنت بس تخلص اضغط ريدي هنا ويدخلك المعركة، معك زي ما شفتوها بالفيديو، زي ما شفتوها في الفيديو اللي قبل هذا يمكن تلعب. أتمنى أني وضحت الكثير كثير كثير أسئلة كانت في الأونلاين، أتمنى أني وضحتها. لو عندكم أي أسئلة ثانية ما انا مستعد اجاوبها، بس تحطونها في الموضوع. اوكي مشكورين على المتابعة والسلام عليكم.